بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأحباء. هنتكلم إن شاء الله على الـ diseases. أول مجموعة diseases هنتكلم عليها اللي هي الـ inflammatory diseases، وهنبدأها بـ disease اسمه المينينجايتس. كلمة مينينجايتس ده inflammatory lesion بيحصل فيه المينينجيز، inflammatory involvement of the meninges. طبعا احنا عارفين ان المينينجيز اللي هي الـ layers اللي موجودة حوالين البرين and spinal cord هما تلاتة، اللي هما البايا والأراكنويد والديورا. لما أقول meningitis، كلمة meningitis دي معناها inflammation of the meninges، تمام؟ طيب المينجايتس ممكن تعمل involvement للديورا matter، وفي الحالة دي بسميها باكي meningitis. طيب لو عملت involvement للبايا والأراكنويد دي بسميها ليبتو مينينجايتس، تمام؟ يبقى انا عندي كده نوعين من المينينجايتس، الباكي مينينجايتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا ديورا، والليبتو مينينجايتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا بايا اند اركنويد. بالنسبه للكومونستي، الليبتو مينينجايتس بتبقى مور كومون ذان الباكي مينينجايتس. عشان كده لما اقولها على اطلاقها كده، لما اطلق التيرم مينينجايتس بنعني بيه غالبا الليبتو مننجايتس. يعني انا ما اقول كلمه مننجايتس كده واسكت، ما حددتش هي باكي ولا ليبتو، علشان الليبتو مننجايتس هي المور كومون، فالاسم بينطبق على الليبتو مننجايتس، تمام؟ طيب ايه هي التايبس اوف مننجايتس؟ عندي ديفرنت تايبس. اول نوع اللي هو اسمه اكيوت بايوجينيك او اكيوت بيريولنت مننجايتس، وطبعا باين كده من اسمه ان ده هيبقى فيه purulent inflammation او suppurative inflammation وفيه pus. النوع التاني من المينينجايتس اسمه non-suppurative meningitis، وده بقى بيسببه مجموعة من الأورجانيزمز غير البكتيريا اللي هي بتسبب البيوجينيك meningitis، زي مثلا التوبركلوزس، في حاجة اسمها tuberculous meningitis هنتكلم عليها ان شاء الله، زي السيفيلس، ده برضو ده chronic bacterial inflammatory disease، وممكن المينينجايتس تبقى فيرال وممكن تبقى فانجل. هنتكلم على نوع مهم جدا دلوقتي من المينينجايتس اسمه acute pyogenic meningitis او acute purulent meningitis. ده عبارة عن acute infection للبايا اراكنويد والCSF اللي هو موجود في السب اراكنويد سبيس، بيبقى الانفلاميشن بينفولف المنطقة دي. الكوزيتيف اورجانيزم بتاع الاكيوت بايوجينيك مينينجايتس مجموعه من البايوجينيك بكتيريا، من اهمها اشيريشيا كولاي، الهيموفيلس انفلونزا، النيسيريا مينينجيتيدس، واستريبتوكوكس نيوموني. دي اهم انواع من البكتيريا بتسبب الديزيز ده. طيب البكتيريا هتخش ازاي وتعمل مينينجايتس؟ الروتس اوف انفكشن موست كومونلي باي بلاد ستريم، يعني في الشخص ده عنده سابيوريتيف انفلاميشن في مكان ما اللي هو بنسميه septic focus، وبدأ يحصل منها spread للinfection وتروح المننجيز وتبدأ تعمل ايه؟ وتبدأ تعمل المننجيز. طيب ممكن البكتيريا يحصل لها spread، طبعا ده عن طريق البلاد، يعني septic focus دي موجودة في مكان بعيد عن البرين وبعيد عن spinal cord، وعن طريق البلاد spread زي ما خدنا قبل كده، اي نوع من الانفلاميشن ممكن يحصل له blood spread، تبدأ البكتيريا تمشي مع البلاد وتبدأ تعمل افكشن للبرين وللمينينجيز، تمام؟ ممكن البكتيريا تخش بطريقة تانية، ان بيبقى في adjacent focus of infection، يعني في حتة قريبة من المينينجيز فيها suppurative inflammation ويحصل direct spread، وبرضو احنا خدنا الكلام ده قبل كده في اي نوع من انواع الانفلاميشن انه ممكن يحصل له direct spread، ممكن يحصل له blood spread، تمام؟ ممكن الانفكشن تخش by iatrogenic infection. iatrogenic infection معناها ايه؟ ان الشخص ده عنده مشكلة ما طبية وبيتعمل له تكنيك معين، والتكنيك ده هو اللي بيدخله الانفكشن. يعني مثلا في حاجة اسمها lumbar puncture، يعني ان انا بدخل ابرة واخد عينة من CSF، تمام؟ الابرة اللي انا بدخلها دي لازم تكون sterilized، معقمة. لو الابرة دي infected بالبكتيريا وانا دخلت عشان اخد عينة مثلا من CSF عشان احللها او حاجة، او الناس اللي بياخدوا spinal anesthesia اللي هي البنج اللي هو النصفي، برضو الابرة اللي بياخدوا بيها لازم تبقى معقمة،
لو الإبرة ديت فيها مشكلة، فيها contaminated بالبكتيريا، هتبدأ تدخلي البكتيريا على طول. دي اللي بسميها iatrogenic infection. طيب ايه هي الجروس بيكتشر بتاعت الاكيوت بايوجينيك مننجايتس؟ طبعا ده سابيوريتيف انفلاميشن، هيبدا يحصل اكيوميليشن اوف بوس في السب اراكنويد سبيس، وده هيغير لي طبعا شكل السي اس اف اللي هو نورمالي بيبقى كلير، هيبقى توربيد. توربيد يعني معكر، او فرانكلي بيرولنت يعني ممكن اشوف بوس بقى اشوفه كده مليان بوس بعين. تمام. البيرولنت ماتيريال دي اللي هي الباس ده، دايما زي ما احنا عارفين ان الباس ده غالبا بيبقى ثيك، وممكن يحصل له بعد كده اورجانيزيشن، يعني يبدا يحصل فايبروزس في المكان اللي حصل فيه الانفلاميشن ده، وده طبعا هيعمل انترفيرنس للسي اس اف فلو، وهيعمل نوع من الاوبستراكشن، وهيسبب لي ليجن اسمه الهيدروكيفلس اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. طيب ايه هي الميكروسكوبيك بيكتشر of acute pyogenic meningitis؟ برضو ده acute inflammation و acute suppurative inflammation، فمتوقع جدا ان انا الاقي large number من ال polymorph nuclear neutrophils اللي هي characteristic cells of acute inflammation زي ما احنا عارفين، خاصة في حوالين ال blood vessels. ولو عملت جرام ستين بقى، اخدت عينة من ال CSF وصبغتها بالجرام ستين زي ما انتوا اخدتوا في المايكرو او هتاخدوا، ممكن تعرفني نوع البكتيريا اللي هي سببت الانفكشن. طيب ايه هي الكومبليكيشنز اوف اكيوت بايوجينيك مننجايتس؟ ممكن يحصل اكستنشن، هي دلوقتي الانفلاميشن موجود في منطقة المننجيز، ممكن يحصل اكستنشن بقى للبرين نفسه، البرين سبستنس، وفي الحالة دي بتتحول لكونديشن تاني اسمه مننجو انكفالايتس. كلمة مننجايتس يعني انفلاميشن اوف ذا مننجيز، انكفالايتس يعني انفلاميشن اوف ذا برين سبستنس. تمام. الانفلاميشن ممكن يعمل ثرومبوزس، يعني لو الانفلاميشن سيفير ممكن يعمل ثرومبوزس، وثرومبوزس ده طبعا هيعمل اوبستراكشن للبلود فيسلز في البرين اوف السباينال كورد، ولو الاوبستراكشن ده كومبليت يعني مفيش دم هيوصل مكان معين في البرين او السباينال كورد، هيحصل فيه انفاركشن او ديث. ممكن نتيجة الثرومبوزس اللي حصل ده، زي ما احنا خدنا زمان بقى في سنة أولى، إن الثرومبوس دي ممكن تتحول لإمبولوس، والإمبولوس دي تبدأ تمشي في الفينز وتعمل لي ثرومبو في البايتوس، طبعا هي هنا انفكتد أو سيبتك إمبولوس. تمام. وده بيسبب لي كونديشن اسمه بايميا. السيبتك إمبولاي دي بتبدأ تمشي مع السيركيوليشن وتبدأ تروح أورجانز مختلفة وتبدأ تسبب فيها أبسيسس، لان هي امبولاي محمله بالبكتيريا، لما تمشي مع السيركيليشن وتبدا تروح اورجانز مختلفه وتبقى امبلانتد فيها، هتبدا تعمل فيها سابيوريتيف انفلاميشن على هيئه حاجه بنسميها البايميك ابسيسس، دي برضو اخذناها في سنه اولى. زي ما قلنا ان الفص اللي هو موجود في السب اراكنويد سبيس ممكن يحصل له اورجانيزيشن، والاورجانيزيشن ده يعني هيحصل فايبروزس في المكان ده، والفايبروزس ده هيعمل ادهيجنز، والادهيجنز دي هتعمل اوبستراكشن للفلو بتاع السي اس اف وتسبب لي الهيدروكيفلس. طيب في مشكله كمان كبيره جدا ممكن تحصل في المننجايتس، بيحصل حاجه اسمها مننجوكوكال سيبتيسيميا. المصطلح سيبتيسيميا ده برضو من المصطلحات اللي احنا خدناها في سنه اولى الخاصه بالبكتيريال انفكشنز، معناها ان بيبقى فيه لارج نمبر of virulent bacteria بتبقى طالعه من المكان اللي فيه الانفكشن، بتمشي مع السيركيوليشن وبتبدا تنتشر في الاورجانز المختلفه وبتسبب فيها inflammatory lesions، يعني ممكن تسبب arthritis، تبدا تروح الجوينتس تعمل arthritis، ممكن تروح الهارت تعمل endocarditis، ممكن تافكت other organs. في السيفير كيسز بتاعه السيبتيسيميا دي ممكن يحصل adrenocortical hemorrhage، يحصل hemorrhage في الادرينال كورتكس، وده بيسبب لي اكيوت ادرينال انسفيشنسي. دي هي الكومبليكيشنز اوف اكيوت بايوجينيك مننجايتس. طيب هننتقل دلوقتي لانفلاماتوري ليجن تاني بيحصل في البرين اسمه انكيفالايتس. كلمه انكيفالايتس تعرفها بارينكيمال انفكشن اوف ذا برين، والانكفالايتس دي برضو كده ممكن تسببها مجموعة كبيرة من المايكرو أورجانيزمز، ممكن تبقى بكتيريال، ممكن تبقى فيرال، ممكن تبقى فانجل، ممكن تبقى بروتوزوال. طيب لو اتكلمنا عن البكتيريال مننجايتس، دي عبارة عن بكتيريال انفكشن بتحصل في البرين،
غالبا في معظم الاحيان بتبقى نتيجة سبريد للانفكشن من مننجايتس. زي ما احنا قلنا ما كنا بنتكلم على المننجايتس دلوقتي، قلنا ان ممكن يحصل سبريد للانفكشن من المننجيس للبرين. ده غالبا في معظم الاحوال بتحصل كده، وممكن تبقى برايمري باكتيريال بارينكيمال انفكشن، يعني ممكن، بس ده يعني ان رير كيسز او كيسز الفريكوينسي بتاعها اقل شويه، ان الانفكشن تبدا في البرين نفسه ما تبقاش جايه لها عن طريق المننجيس. تمام. بتبدا الموضوع بأكيوت انفلاميشن في البرين سبستنس اللي هي الانكفالايتس او ساعات بنسميها سيريبرايتس، وبعدين ممكن بعد كده يبدا يحصل لوكاليزيشن للانفكشن في مكان وتعمل لي برين ابسس. يعني الانفكشن الاول بيبقى ديفيوز، وبعدين بعد كده يبدا يحصل له لوكاليزيشن ويبدا يعمل لي برين ابسس. طيب، في انواع اخرى غير الاكيوت بكتيريال انكفالايتس، يعني انواع من الانكفالايتس غير الاكيوت بكتيريا انكفالايتس ممكن تحصل في البرين. منها مرض اسمه تيوبركلوزس اللي هو مرض الدرن. مرض التيوبركلوزس ده احنا طبعا عدى علينا قبل كده في different organs، ده systemic disease chronic infective granulomatous disease، بتسببه نوع من البكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، ومن ضمن السايتس اللي بتعمل لها affection البرين. تمام. برضو في ديزيز تاني اسمه سيفيلس اللي هو مرض الزهري، ده برضو كرونيك بكتيريا انفكتيف جرانيلوميتوس ديزيز، برضو بيأفكت مالتيبل سيستمز اند اورجنز، ومن ضمن السيستمز اللي بيعمل لها افكشن البرين. تمام. يبقى دي اذر تايبس من انكفالايتس غير الاكيوت بكتيريا الانكفالايتس اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب، هنتكلم دلوقتي على نوع ثالث من الانفلاميشنز اللي بتحصل في سي ان اس اسمه برين ابسس. طبعا احنا اخذنا الابسس كتير وعدى علينا كتير في السيستمز المختلفة. اخذنا الابسس الجنرال فورميشن بتاع الابسس وازاي بيتكون وايه هي الكونتنتس بتاعته والكلام ده، اخدناه في الجنرال في سنه اولى، وعدى علينا بقى في الديفرنت اورجانز، عدى علينا اللنج ابسس وعدى علينا الليفر ابسس وعدى علينا في اورجانز مختلف. البرين ابسس برضو ده اكيوت لوكالايز سابيرتيف انفلاميشن بيحصل في البرين. طيب، بيحصل ازاي او ايه هي الروتس اللي بتخش بيها البكتيريا اللي بتعمل الابسس ده للبرين؟ ممكن تخش عن طريق دايركت implantation او local extension of infection من nearby organ، يعني في حته قريبه من البرين سبستنس فيها زي ما قلنا في المينينجايتس مثلا، تمام، فيها inflammation بدات البكتيريا تعمل سبريد للبرين، او حته بعيده خالص عن البرين فيها acute suppurative inflammation وبدات البايوجينيك بكتيريا تمشي عن طريق البلود ستريم، تنتشر عن طريق البلود ستريم وراحت organs مختلفه منها البرين وعملت لي brain abscess. الجروس بيكتشر بتاعه الابسس البرين ابسس زي اي ابسس في اي حته، بيبقى عباره عن localized area of inflammatory necrosis، بيحصل severe suppurative inflammation، وبيحصل نوع من النكروزس اسمه liquefactive او liquefaction necrosis، وبيبدا يتكون الباس. طبعا بما ان ده acute inflammation بيبقى فيه إديمة، وبعد كده بيبدا يتحول بفايبروس كبسول. طبعا النوع النكروزس اللي بيحصل في البرين دايما بيبقى ليكويفاكشن نكروزس، ده احد انواع النكروزس اللي احنا برضو خدناها زمان في الجنرال باثولوجي في سنه اولى. المايكروسكوبيك بيكتشر اوف برين ابسس، بلاقي طبعا اريا اوف ليكويفاكشن نكروزس او ليكويفاكتيف نكروزس في السنتر، وبعدين حواليها بقى كولكشن اوف انفلاماتوري سيلز. الابسس لسه في الايرلي ستيج، بيبقى حواليه اكيوت انفلاماتوري سيلز، يعني بلاقي فيه بقى نيتروفيلز، الاقي فيه باس سيلز. ممكن بعد كده الابسس يخش في الكرونيك ستيج ويبدا الانفلاماتوري انفلترات يبقى كرونيك انفلاماتوري سيلز زي البلازما سيلز زي الليمفوسايتس، بلاقي فيه بلود فيسلز نيو فاسكولاريزيشن، تبدا تتكون لي بلود فيسلز كتير، بيبقى فيه اديما طبعا لان ده انفلاميشن، وممكن الانفلاميشن لو سيفير يعمل لي septic thrombosis للblood vessels. وحوالين بقى البرين لما يتحول بقى الموضوع لchronic stage يبدأ يتكون حواليه fibrous capsule،
ويبدأ يحصل حواليه زون اوف جلايوزس، يبدأ الجلايال تيشو يعمل بروليفريشن ويبدأ يحوط لي على الابسس من بره. دي الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعة البرين ابسس. ده منظر للبرين ابسس localized area of suppurative inflammation، وزي ما احنا شايفين كده السنتر بتاعه فيه بس وحواليه في زون احمر كده، ده زون اوف هايبريميا طبعا لان فيه congestion في البلاد فيسلز. طيب هنتكلم بقى دلوقتي على حاجة مهمة جدا او جزء مهم جدا اللي هو tuberculosis of the nervous system. التوبركلوزيس زي ما احنا اتفقنا قبل كده ده chronic infective granulomatous disease، وكلمة granulomatous disease معناها ان ده الديزيز ده الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل فيه اسمه جرانيولوما، يعني لما الاورجانيزم بيخش البودي بيبدأ البودي يعمل انفلاماتوري رياكشن في المكان اللي دخلت فيه الانفكشن. الانفلاماتوري رياكشن ده بنسميه جرانيولوما. جرانيولوما دي عبارة عن ايه؟ دي focal accumulation of inflammatory cells mainly الهيستيوسايتس او الماكروفيجس اللي بيحصل فيها بعض التشينجز وتتحول لحاجه اسمها ابيثيليويد سيلز، تمام، وبيبقى معاها سبيسيفيك تايب اوف سيلز جوينت سيلز اسمها لانجهانز جوينت سيلز، بيبقى معاها شويه ليمفوسايتس والكونديشن في النهايه بيهيل باي فايبروزس، تمام. الجرانيولوميتس رياكشن او الانفلاماتوري رياكشن، طبعا احنا خدنا الكلام ده في سنه اولى بس انا بذكركم بيه. الجرانيولوميتس او الانفلاماتوري رياكشن اللي بيتكون اللي هو جرانيولوما ده في مرض التوبركلوزس بنسميه تيوبركل. يبقى الجرانيولوما او الانفلاماتوري رياكشن اللي هو الفوكال اكيوميليشن اوف هيستيوسايتس واللي بتتحول لحاجه اسمها ابيثيليويد سيلز ومعاها شويه جاينت سيلز معاها شويه ليمفوسايتس معاها فايبروبلاست، ده بنسميه تيوبركل، تمام. عشان كده المرض سميناه تيوبركلوزس لان اوزس معناها مالتيبل، يعني بيحصل في التشو multiple tubercles اللي هي multiple granulomas اللي هي multiple inflammatory reactions موجودة في البرين في التشو ايا كان نوعه، عشان كده سميناه tuberculosis، تمام. التوبركلوزس ده زي ما قلنا systemic disease، بيحصل في sites كتير قوي منها respiratory system منها الجي اي تي، منها طبعا احنا خدناها في الريسبيراتوري خدناها في الجي اي تي، منها البون اخدنا البوتس ديزيز اللي اتكلمنا عليه في الماسكولوسكليتال، ممكن كمان يحصل في الجينيتال اورجانز، ممكن يحصل في اليورينري تراكت، ممكن يحصل في النيرفوس سيستم، تمام. ما ننساش برضو ان في التوبركلوزس بيحصل نوع خاص من النيكروزس اسمه كازييشن نيكروزس او كيزياس نيكروزس، ده نوع خاص من النيكروزس بيحصل فيه التوبركلوزس. طيب التوبركلوزس في النيرفوس سيستم بياخد شكلين، بيحصل على هيئه two types of lesions. التو تايبس اوف ليجنز اللي بيحصلوا في tuberculosis of the nervous system either ان الافكشن تحصل في البرين وبتعمل لي حاجه اسمها tuberculoma of the brain، او انها بتافكت المننجيز وبتعمل لي حاجه اسمها tuberculous meningitis. يبقى tuberculosis في النيرفوس سيستم بياخد شكلين، الشكل الاولاني انه بيعمل لي حاجه اسمها tuberculoma، هنقول يعني ايه دلوقتي tuberculoma of the brain، والشكل الثاني انه بيعمل لي حاجه اسمها tuberculous meningitis. التوبركلوما اوف ذا برين، كلمه tuberculoma اوما زي ما احنا اتفقنا وقلنا كتير قوي وبنقول دايما معناها tumor like swelling او tumor like lesion، كل كيعة عامله زي التيومر، تمام، يعني ماس. الماس دي عباره عن ايه؟ عباره عن multiple tubercles متجمعه مع بعضها. يبقى الماس دي عبارة عن multiple tubercles متجمعة مع بعضها، تمام؟ يبقى tuberculoma of the brain دي mass of tuberculous reaction بتحصل في أي حتة في البرين، وحجمها ممكن يبقى variable in size، ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى كبير، ممكن الماس دي تبقى single، ممكن تبقى multiple،
لونها دايما بيبقى يلوش ان كولر عشان بيحصل فيها نوع من النيكروزس اسمه كازييشن نيكروزس، وده بيخلي لون التشو اصفر دايما. احيانا التوبركلوما بتحصل في مكان معين من البرين سب منينجل تحت المينينجيز، وفي الحاله دي بيبقى ليها اسم سبيشال نيم كده بنسميها ريتشز فوكس. تمام، وهنشوف دلوقتي حالا صوره ان شاء الله للتوبركلوما اوف ذا برين. طيب يبقى التوبركلوما دي عباره عن ايه؟ حصل مالتيبل تيوبركلز اللي هي الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل في التوبركلوزس في البرين. التوبركلز دي اتجمعت مع بعضها وعملت لي ماس، تيومر لايك ماس موجوده في البرين. طب التيومر لايك ماس اللي احنا سميناها التوبركلوما دي ايه مشكلتها؟ يعني ايه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تعملها لي؟ طبعا احنا عارفين ان البرين ده موجود في السكال، والسكال دي كلوزد سبيس، يعني هي فيها تيشو فيها كونتنت. تمام، لو حصل زياده في حجم الكونتنت اللي جوه السكال ده، السكال ما تقدرش يحصل لها اكسبانشن عشان تاكوموديت اي حاجه جديده بتتكون، وبالتالي اي ليجن اي سويلنج اي حاجه هتحصل في البرين هتعمل ايه؟ هتضغط على البرين سبستنس وهتعمل لي حاجه اسمها increased intracranial pressure. هيبدا الضغط يعلى جوه السكال، increased intracranial pressure، يبقى الماس دي هتبدا تضغط على البرين وتعمل لي increased intracranial pressure. زي ما قلت ان التوبركلوزس التوبركلوز جرانيلومز اللي بتتكون دي بيحصل لها هيلينج باي فايبروزس، والفايبروزس ده ممكن يعمل لي طبعا اوبستراكشن للسي اس اف فلو، وده هيعمل لي هيدروكيفلس. بما ان طبعا بيحصل كازييشن يعني نيكروزس في البرين تيشو، ده اكيد هيعمل لوكال برين دامج، وده طبعا هيسبب لي ليجنز معينه على حسب المكان اللي حصل فيه الدامج، لان احنا عارفين طبعا ان البرين ده فيه السنترز بتاعت كل حاجه، فالمكان اللي حصل فيه الدامج والنيكروزس طبعا هياثر على الفانكشن بتاعت البرين في المكان ده. يبقى دي اول صوره او اول شكل للتوبركلوزس اوف ذا نيرفس سيستم اللي احنا سميناه تيوبركلوما اوف ذا برين. الصوره الثانيه للتوبركلوزس اوف ذا نيرفس سيستم ان التوبركلوز بيحصل في المنجيز، وفي الحاله دي بنسميه تيوبركلوس مينينجايتس. تمام، التوبركلوس مينينجايتس دي غالبا بتوصل ازاي بقى المايكوبكتيريوم للمنجيز؟ غالبا بتيجي عن طريق البلد، بلاد بورن. يعني ايه؟ يعني في مكان ما في البودي في تيوبركلوزس وبدا يحصل سبريد للانفكشن عن طريق البلاد، وراحت البرين وعملت وراحت المينينجيس وعملت تيوبركلوس مينينجايتس. او الريتشس فوكس اللي هي اللي موجوده في البرين اللي هي عباره عن تيوبركلوما في البرين تحت المينينجيس صب مينينجيال، حصل لها رابشر وبدا الانفكشن، البكتيريا تبدا تروح المينينجيس وتعمل لي الايه؟ تعمل لي الانفكشن. طيب الليجن ده غالبا بيبقى بيزل، المينينجيس غالبا شكلها بيبقى اوبيك وcovered by creamy gelatinous exudates، لان طبعا في كازييشن بيحصل creamy. تمام، وفي شويه tubercles اللي هي الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل في البرين. طيب CSF البيكتشر بتاعته لو انا خدت منه عينه بقى وحللتها، ايه هي التشينجز اللي هتحصل فيه؟ طبعا التنشن بتاعه هيزيد، لان في انفلاماتوري سيلز موجوده وبروتينز وانفلاماتوري اكزيدت هتزود لي البريشر او التنشن. تاني حاجه البروتين كونتنت بتاعه هيزيد. تالت حاجه هيبدا يتكون فيه او هيتواجد فيه كميه كبيره من الفايبرين، لان هيحصل فيه انفلاميشن وهيتكون اكزيدت، والفايبرين ده هيبدا يحصل له كلوتنج على السيرفيس بتاع العينه اللي انا واخداها. الشوجر والكلورايد كونتنتس بيقلوا، طبعا دي تشينجز معينه بسبب الانفكشن اللي حصل. بلاقي فيه لارج نمبر اوف ليمفوسايتس، بلاقي فيه تيوبركلوس باسيلاي المايكوبكتيريوم بقى اللي هي البكتيريا. لو انا صبغت العينه اللي انا واخداها دي بالزيل نيلسون ستين اللي هي الستين اللي بتصبغ لي البكتيريا المايكوبكتيريا، هتبان ان فيها مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس. طيب ايه هي الكومبليكيشنز اللي بتحصل في حالات التوبركلوس مينينجايتس؟ ممكن يحصل سبريد للانفكشن، يا اما دايركت يروح البرين يعمل انكفالايتس او بلاد بقى ويروح لاورجنز مختلفه،
زي ما قلنا طبعا دايما التوبركلوزس بيهيل باي فايبروزس، وده ممكن يعمل اوبستراكشن ويعمل له هيدروكيفاليس، وممكن كمان يعمل لي كرينيال نيرف باراليسيس. يعني لو الفايبروس تيشو ده كان حصل جنب او اتكون جنب كرينيال نيرف وعمل عليه بريشر، ممكن يعمل باراليسيس للكرينيال نيرفز. ممكن نتيجه الانفكشن يحصل ثرومبوزس، والثرومبوزس ده يسبب لي انفاركشن للبرين. دي صوره التوبركلوما اوف ذا برين، ده سكشن في البرين. هتاخدوا الكلام ده ان شاء الله في العملي. في عندي مالتيبل يلوش وايت ماسز كده، ادي واحده ادي واحده ادي واحده ادي واحده، دي بتمثل اللي هي التوبركلوماز. هي بتبدا بليجنز صغيره وشويه ليجنز يبداوا يتجمعوا مع بعض ويعملوا لي لارج ماس تيومر لايك ليجن اللي احنا بنسميه التوبركلوما. وزي ما قلنا طبعا الكومبليكيشنز بتاعته بتكون ايه. بكده نكون انتهينا من شرح الانفلاماتوري ليجنز اوف ذا سي ان اس. ارجو ان انتم تكونوا فهمتوا الشرح. دعواتي لكم بدوام النجاح والتوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.